محمد عبد العظيم الكابتن عظيمة ما شاء الله اللي محقق النجاح هايل في الدوري العماني مع ظفار العماني وبحقق بطولة الدوري. يعني كابتن محمد عبد العظيم اسم كبير داخل قطاع النشئين بالنادي الأهلي وأيضا يعني اشتغل في الفريق الأول واسم كبير في عالم التدريب. كابتن محمد عبد العظيم عظيمة، ازيك كابتن محمد؟ الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن اسامه، اخبارك ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. انت طيب، طمنا عليك يا كابتن. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا بنبارك في الثلاث نقاط بتوع امبارح النادي الاهلي طبعا حمد. وان شاء الله دايما كده. نعم الامور يعني سهله، انما ان شاء الله مش هتكون صعبه على النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. تمام، اولا مبروك على تحقيق الدوري العماني مع فريق ظفار العماني، يعني حاجه تحسب طبعا للكابتن عظيمه وتحسب ايضا انت يعني من ولاد النادي الاهلي. احكي لنا بقى عن تجربتك مع ظفار العمان يا كابتن عظيم. الله يخليك يا كابتن اسامه، متشكرين جدا طبعا على المقدمه الجميله بتاعتك. انا طبعا هنا بفضل الله علينا، يعني خدنا بطوله الدوري بدون خساره الحمد لله رب العالمين، وفاضل كمان حوالي 5 مباريات. تمام. انما ان شاء الله حسمنا البطوله بدري الحمد لله رب العالمين. طبعا نادي كبير، نادي عريق، نادي فرنته حمراء زي النادي الاهلي. وده اللي خلاني برضه اثناء المفاوضات نزلت عن بعض الاشياء. فطبعا لانه طبعا تريكو او التيشيرت بتاعه احمر طبعا زي النادي الاهلي، بيفكرني دايما بالنادي الاهلي. وما اقدرش انسى برضه اول يوم انا بعمل فيه مؤتمر صحفي هنا في نادي ظفار، اتكلمت فعلا بكل صراحه وبكل صدق وبكل امانه. قلت انا داخل نادي ظفار نادي البطولات، الريحه فكرتني برائحه النادي الاهلي المصري طبعا اللي هو رائع البطولات ومحقق البطولات على مستوى القرن اللي فات وان شاء الله القرن اللي احنا فيه كمان ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن، اشتغلت كتير داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كابتن عظيمه. طبعا طبعا، دي كانت بدايتي طبعا 2003 كنت واخد الاي لايسنس لسه من المانيا، وكلمت مع الكابتن احمد ماهر، فالراجل شجعني كده الله يرحمه طبعا. كلمني قال لا تعالى تواجد معنا في النادي الاهلي، وجيت اشتغلت مع النادي الاهلي. بدات من 14 سنه 15 سنه 16 سنه 17 سنه، وبعد كده رحت عملت البروفيشنال ليفل في المانيا، ورجعت تاني على النادي الاهلي مسكت 18 سنه. فيعني قطاع الناشئين يعني دايما كل ما اكون متواجد، حتى كمان متواجد في مصر زياره ولا حاجه، لازم اروح طبعا النادي الاهلي مدينه نصر، نسلم على الناس الطيبين المحترمين المخلصين فعلا، نسلم عليه وبنحس طبعا بالذكريات الجميله. وان شاء الله رب العالمين في يوم من الايام برضه نرجع تاني ونشتغل في النادي الاهلي طبعا في قطاع الناشئين، ليه لا يعني؟ ان شاء الله النادي الاهلي دايما بيتك يا كابتن عظيمه، وانت كمان يعني بتتكلم عن قطاع الناشئين، عايزك تقول لي بقى ابرز المواهب اللي اشتغلوا مع كابتن محمد عظيمه وطلعتها وبقوا موجودين في الفريق الاول ونجوم كمان في النادي الاهلي. والله يعني الحمد لله رب العالمين. انا كمان مع الفرقه اللي معايا هنا في نادي ظفار لعيبه كره عاليين جدا. وفي كمان يعني المفارقات الغريبه ان فرقه السنه دي الحمد لله رب العالمين خدنا الدوري هنا بدون هزيمه، والاربع سنوات اللي اشتغلتهم فيهم مع النادي الاهلي في قطاع الناشئين كانوا بدون هزيمه. تمام، ده رقم الحمد لله رب العالمين، رقم قياسي. وفي كمان بطوله خدناها اللي كنا 17 او 18 سنه خدناها مش بدون هزيمه بقى، لا بدون ما يخش مرمانا هدف. ده ما شاء الله انت مكسر ارقام قياسيه. لا الحمد لله رب العالمين. وعندنا بقى كان مين تذكرهم ما شاء الله عليهم، الفرقه كلها نجوم مواليد كلهم 89 و90، وكلهم كانوا بيلعبوا في منتخب مصر اللي في كاس العالم بيتلعب في مصر. كان عندنا حوالي 13 لاعب في منتخب مصر اللي هو الفريق اللي لعبوا كاس العالم سنه تقريبا سنه 2006 او حاجه زي كده مش فاكر بالظبط، اللي هي اتلعبت في مصر كاس العالم للشباب. لعبت في مصر، كان محمد طلعت وشكري وعفروتو، كان الجيل ده على ما اعتقد. الجيل ايوه شكري وعفروتو وشهاب وهشام محمود وهشام محمد وتوب مظبوط ومصطفى عفروتو ومين تاني، وفي حمدي ومجموعه وفي معاذ الحناوي معاذ وفي مين تاني، وطبعا محمد طلعت بس كان متاخر شويه علينا. يعني كانت مجموعه ما شاء الله كويسه جدا جدا. وانا كمان ببقى سعيد جدا لما اكون شايفهم بيلعبوا قدامي طبعا في التلفزيون طبعا، ومحققين يعني نجاحات في فرقهم الحمد لله رب العالمين. تمام يا كابتن، انا عرفت ان حضرتك دايما بتتابعنا في برنامج الاشبال. أيوة. بتتفرج على برنامج الاشبال. عايز بقى رساله من الكابتن محمد عبد العظيم للناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اولا الرساله طبعا لجميع مدربي النادي الاهلي الناشئين والشباب، يعني انا بشكرهم على المجهود، انا متاكد ان هم عاملين مجهود يعني
خارق للعاده، لان طبعا مدرب الشباب او الناشئين بيختلف اختلاف كلي وجزئي عن مدرب الفريق الاول. فهو بيقوم اولا واخيرا طبعا بامور تربويه وطبعا امور فنيه، وبتعامل طبعا انا عارف مع اولياء امور كتير وحاجات كتير جدا جدا طبعا، ممكن ان هي طبعا ما بيبقاش الشغل فيه سهوله شويه في قطاعات الناشئين، انما انا متاكد ان المدربين في قطاع الناشئين اللي انا بشكرهم وعارف ان هم فعلا مدربين على اعلى مستوى، وانا متابعهم دايما على طول يعني، حتى انا عارف ان الكابتن جمال استاد مع فريق البراعم خد في الامارات من برشلونه تقريبا، كان في فرقه يعني دوليه. يعني انا متابع طبعا زاد، اللي انا سمعت منك دلوقتي على طول ان الاهلي ما شاء الله كسب 1-0 سموحه، يعني انا دايما كل ما بشوف النادي الاهلي بشوف بطولات وبسمع بطولات. فطبعا انا اولا بشكر طبعا المدربين، ثانيا النصيحه اللي انا بقدمها للشباب الصغير او اللاعبين الشباب الصغيرين او الناشئين، نمره واحد واثنين وثلاثه تكون كويس في المدرسه بتاعتك. كويس. مدرسه مهمه جدا جدا جدا، ليه؟ لان هي تثقل فكرك وتخليك حتى تفهم في الملعب. تمام. اللي كان الكابتن المدرب عايز منك اي شيء معين ولا اي حاجه، الحاجات دي كلها بدون دراسه هتكون يعني الامور صعبه بالنسبه لك شويه، فلازم تكون تدرس، تفكر في المدرسه بتاعتك كويس جدا، مهم جدا المدرسه علشان هتفرق معاك في الناحيه اللي هي في الناحيه الذهنيه اثناء التركيز والكلام ده كله في الملعب. النوم بدري، النوم بدري مهم جدا جدا برضه، يعني تمام. النوم بدري مهم جدا جدا عشان تبقى برضه مركز كويس وتقدر تلعب كويس. ثالث حاجه تسمع كلام المدرب. تمام. تسمع كلام المدرب بس. ما تسمعش اي حد من الجمهور والحاجات دي كلها وي 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 وي. نمره اربعه لازم تحترم الجمهور. تحب الجمهور لان الجمهور اللي بيحبك وهو اللي هيطلعك وهو اللي هيدعمك فعلا. ايوه هو بيدعمك وهو الحاجات دي كلها. فيعني ان شاء الله موفقين ان شاء الله رب العالمين قطاع الناشئين، والسنه دي ان شاء الله تكونوا واخدين جميع البطولات ان شاء الله رب العالمين، ويبقى الواحد دايما مبسوط وسعيد لما بيسمع طبعا نتائج كويسه دي يا كابتن اسامه. ان شاء الله كابتن محمد، واحنا بنتمنى لك كل التوفيق كابتن محمد عبد العظيم. يعني احد ابناء النادي الاهلي. شكرا جزيلا، ربنا يبارك لنا فيك. الله يخليك. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه استاذ. شكرا. نشكر الكابتن محمد العظيم يعني المدير الفني لفريق ظفار العماني، وكمان بنبارك له على حصوله على بطوله الدوري العماني زي ما قال قبل انتهاء البطوله بخمس مباريات.